السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين. بعد طلب كبير على طرق أخرى للحصول على جواهر فري فاير، بحثت عن مواقع أخرى، وفي فيديو اليوم سأقوم بشرح موقع جديد اسمه الذي يرسل لنا 16,000 جوهرة مجانا إلى حسابنا على فري فاير. الطريقة شغالة على كل أجهزة الموبايل وأيضا على أجهزة الحاسوب. قبل أن نبدأ في الشرح، اضغطوا على زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد بخصوص اللعبة، ولا تنسوا تفعيل الجرس. كما ترون معي في الشاشة، هذا حساب جديد أنشأته لكي أجرب عليه الموقع، وكما ترون الحساب ليس فيه أي جواهر. تابعوا معي الطريقة لشحنه. أولا نقوم بضغط على صورة حسابنا، ثم نقوم بنسخ الاي دي الخاص بنا. بعد ذلك نقوم بفتح اي متصفح، سواء كان كروم او سفاري او اي متصفح لا يهم. بعد ان فتحنا المتصفح نقوم بكتابة عنوان الموقع. بعد ان يتحمل الموقع نقوم بلصق الاي دي الخاص بنا، ثم نختار الجهاز ونضغط على ابدأ الشحن الآن، ثم نضغط على زر تفعيل رقم هاتفي. هنا يجب علينا إكمال عرضين من القائمة. العروض تختلف حسب البلد، فلا تقلقوا إن ظهرت لكم عروض مختلفة أو عروض لا تتطلب رقم الهاتف، فقط قوموا باختيار أي عرضين. العرض الأول الذي اخترته طلب مني إدخال رقم هاتفي، سأقوم بإدخاله، ثم أضغط على زر الاستمرار. ننتظر قليلاً حيث يصلني الكود أو بما يسمى برقم التعريف الشخصي في رسالة قصيرة. هذا هو الكود، سأقوم بكتابته، ثم سأضغط على زر التأكيد. بعدها مباشرة سأختار عرض ثاني وأقوم بإكماله. هذا العرض أيضا طلب مني إدخال رقم هاتفي، سأقوم بإعادة كتابة رقم هاتفي، ثم أضغط على زر الاستمرار. ننتظر الرمز السري. وصلنا الرمز، سنقوم بكتابته، ثم نضغط على زر التأكيد. وكما ترون تمت عملية التحقق بنجاح. بدأ الموقع بإرسال الموارد التي طلبناها. سنقوم بفتح اللعبة لنتأكد. وكما ترون أعزائي المشاهدين، بدأ موقع DMGet في إرسال الجواهر التي طلبناها بسرعة كبيرة. هنا تمت عملية الشحن بنجاح ووصلتني الكمية التي طلبتها كاملة، الحمد لله. هذه هي الطريقة التي تعمل بسهولة وسرعة، قمت بشرحها لكم بالمجان. كل ما أطلبه منكم هو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال أعجابكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.